هو عارف ان هو دلوقتي مزنوق ومفيش مفر، يتمت عيال وارملت اسره وحزنت اهله. اللي انا عرفته يا باشا ان هو بيفهم في المتفجرات وتصنيعها وكده. الحقيقه اوحش بكتير كمان من اللي اتذاع في التلفزيون. كان نفسي قوي ابقى مشارك في اختيار اتنين لما عرفت ان هم بيعملوا اختيار اتنين وكده، وفضلت اسال كتير يعني كنت بحاول اعرف مين هيعمل اوديشن، وكل ما اقعد مع حد اساله لو تعرف اخباره ومش عارف ايه، لحد ما وصلت انه بقى في اوديشن. فقدمت عادي، قدمت السي في بتاعي والشوريل ومش عارف ايه، ويعني كتبت ان انا اتمنى ان انا اكون في الجزء التاني من اختيار اتنين. سعد عبد التواب شخصية لخبطتني في المذاكرة، لان انا كل لما بقرا حاجة واجي اقرا الورق الاقي نفسي طلعت بشخصية تانية، فبقيت بقى مش عارف امسك شخصيه، فاهم قصدي؟ وعمال اروح وارجع واروح وارجع وارجع للتحيات واروح للورق وارجع للتحيات واروح للورق، وبعد كده اطلع بره واقرا كتب عن الجهاد وتكفيريين وانظمه داعش وجماعه بيت المقدس والحاجات دي، الاقي بقى شخصيه سبعه، فاهم قصدي؟ فخفت وابعد يعني، كنت كمان بسيب الورق باليومين والتلاته علشان ما لخبطش نفسي اكتر ما انا متلخبط، وبعدين ارجع تاني الاقي نفسي طلعت بحد تاني، فاهم؟ لحد ما قررت ان انا هنزل اروح المنطقه السكنيه بتاعته. اللي انا فهمته من مذاكرتي ليه ان هو كان مرتزقه، هو ما كانش تبع جماعه معينه في الاول، هو عارف سياسه الجماعه اللي هو قاعد في وسط ناس بيتكلموا لغه معينه، تفكيرهم تفكير معين، وهو انساق، فاهم قصدي؟ ما بقولش ان هو مش متفق، هو الى حد كبير كان متفق، بس ما كانش للدرجه دي. هو كان اولوياته هي الماده، يعني كان رقم واحد بالنسبة له هو الفلوس. هو كان بني آدم فقير جدا، بني آدم مش متعلم، بني آدم عنده أولاد وعايز يصرف عليهم وعليه مسؤوليات، فاهم قصدي؟ فكان بالنسبة له الأولوية الرقم واحد هي المادة، وأنا قررت ألعب على ده. أصعب مشهد كان مشهد اغتيال الشهيد أحمد الكبير، ده كان مشهد صعب. بص، هما داخلين عليه بمجموعة، انت وانت نفر، فاهم؟ لا يمكن هتهرب، وقوات خاصة، والدنيا متقفلة عليك، لا يمكن هتهرب، خلاص انت مزنوق، فاهم قصدي؟ ما عندكش تبرير انك تمشي، مش هتعرف تخلع من اللي انت فيه. لكن كان اصعب حاجة فيه ان انت قرارك كان مش انك تسلم نفسك، بس ان انت تاخد واحد معاك في سكتك. بص، انا بعتبر ده نجاح المسلسل عامة، ان هما الناس كرهت جانب وحبت جانب، وده في حد ذاته نجاح، لان انت عايز توري الناس دي عملت في البلد ايه، وكانت هتعمل فيكوا ايه لو كانت قعدت اكتر من كده، فاهم قصدي؟ في ردود افعال بتيجي اللي هو انت برافو، انت عملت الدور كويس، مش عارف ايه، لكن اغلبيه الردود الافعال اللي هو قتلته ليه، حسبي الله ونعم الوكيل، هنجيبك، فاهم؟ دي اغلبيه ردود الافعال، وانا بقرا ردود الافعال دي وبضحك الصراحه، يعني بتبسط جدا وبضحك. ما عدا في حد في شابني شافني في الشارع قال لي حسبي الله ونعم الوكيل فيكو، يا باشا فيكو مين بس، صلي على النبي.